السلام عليكم. في البارتي الثانية من الليسي 208 الشعبية. دونك حاجة مهمة برشا تنجموا تفرجوا في البارتي اكستيريور وتفهموا لي ديتاي نتاع كهربتنا الكل، وحاجة أخرى تنجموا ترجعوا تشوفوا ليزيسي الأخراني بكل اللي هم عملنا فيهم رونو كويد، عملنا فيهم الاكسيد في اللي نوفو غاراج نتاعنا. دونك باش هكاك تكون تصويرة باهية إن شاء الله عجبتكم، وعطيونا رأيكم. ما تنساوش تعملوا لابونمون وتكتبونا لي كومونتير اذا كان عندكم، سواء مع تاريخ 208 الشعبيه ومع الموتور والاجواء وكل شيء، كان عندكم حاجه تحبوا تقولوها لنا ونحكيوا فيه الموضوع. سينو تو خلينا نمشيو نشوفوا اون ديتاي كهربتنا. باش نوريكم جوست هنا المفتاح. دونك نوري المفتاح هنايا، هلا دونك فيه فيروياج دي فيروياج و الفولو مي هوم. دونك تنزل جوست هنا يشعل الضوء، نوريكم بعد شويه. بعد هنا عندك صديقنا الاسد لا مارك دو سوشو، هذيك هو المفتاح بطبيعه الامر تنجم تستعمله كي تحب. باهي هنا سينو كي ننزل على الفولو مي شنو باش يعطينا؟ باش يعطينا لازم نسكروا الكهرباء ومن بعديك نعاود نحل. فوالا فوالا فوالا، شفتوا الكليوتون هكا بالمناسبه، ومن بعد تنزل يشعل. طبعا نشعل لكم، خلينا نبداو ساعه تويكا نوريو اون ديتاي هنا الكوفر نتاعنا. دونك يتحل اوفرتور الكتريك هنا، دونك هنا تحل الكهرباء. فوالا تحلت، نعاودو ننزلو النزله الثانيه باش تتحل، هذه راح نحكي لكم عليها بعد شوي. هاي هاكا فهمنا اللي هي يلزمك نزلتين باش تحل الكوفر. خليني نوريكم العمليه نتاعنا. هاكا لا كوموند الكتريك هاكا غادي، شوفوا بلاصتها كيفاش مخدومه بالكدا منظمه. باهي هيدا هنا، ها يا سيدي شوفوا هنا او نيفو دو لافينيسيون، شوفوا هنا الفينيسيون نتاعنا كيفاش مخدومه الكهرباء. وهنا عاملين دخلتين ونجمو باش نسكر منا ومنا، هذه حاجه باهيه. شوفوا هنا تكويت على لونتي فيبراسيون، شوفوا هنا حتى كي ماهوش مغلف في النيفو هدايا نشوف كيفاش مخدوم نظيف على الاخر. هذوما لي كوس نتاع الريزيستانس اللي هي باش تعمل لك ديجيفراج نتاع لونيت اغيير، هذه اسمها لونيت اغيير، راهو البلار الخلفي اسمه لونيت اغيير. باهي ونشوفوا هنا حتى بلايص نتاع السودور وكل شيء، اما كمان تحس اللي خدمه منظمه. وشوفوا هنا كيفاش يمين ويسار على جلوبالمون، كيفاش لي فيغان هنا على لونتي فيبراسيون زاد كيف كيف. شوفوا فوق هوني خدمة كلها كيفاش، فوالا تاع الكوفر. ونشوفوا هنا لو سيريو، زاد ما نساوش اللي بيجو ماركة قديمة ياسر، دونك عندها تاريخ في الحكاية نتاع الاندستريزاسيون. نشوفوا حتى الأضواء كيفاش مركبين أو نيفو نتاع لابارتي هاذيا. شوف هنا وكل ميكانيكمون سامبل و إفيكاس كيفاش خادمين هنا لي شارنيير. الحق فكرة باهية هنا بطبيعة الأمر، هذايا نتاع لاكسي لل تخوازيام فو دو ستوب، دونك هما تحية هذوما تك تك تك. باهي نشوف هنا توا أو نيفو نتاع الكوفر، فوالا شوفوا كيفاش مغلف كامل كلو كلو مغلف. وهنا عاملين بقعة وين تنجم تعلق إذا كان عندك ساشي، ما فيش برشا لونكراج والدنيا هذيك الكلها ماهيش موجودة هنا. البونكيت ان تيير دو تيير، شوفوا كيفاش ماهوش بلونشي بلا هنا. الحاجة الخايبة اللي كيخدموا دايوغ شفناها في الدي اس 3 كروس باك، شفناها في سي 3، ما عندهمش دوبل بلونشي. فات انت تو كي تهبط، لازمني انا تو كي نهبط السيستم كله تنوريكم، تنحط فيديو صغرونا اللي هي فيها كيفاش الكل هابط، وتشوفوا كيفاه اللي هو ماهوش بلونشي بلا. سينو نشوفوا او نيفو فينيسيون كيفاش الكل كل 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 كل. فوالا باش نشوفوا تويكا تحت هذا الغطاء اشتم. فوالا نشوفوا هنا اللي هما في اطار التقشف العام، في وضع غلفوها الكل، جاو غلفوها من برا وجاو هنا صحيح كابيتوني بالكدا ومريقله وكل شيء، اما خليو كمام اللوح يقول لك بون ابري تو واش باش يصير له.
بون اما ماني سي با ماني جات كي برشا فاز عطينك بطبيعه الامر هنا ان تريونغل اللي هو في وحده كيما هكايا بتتخ كان جا فيه ان فيلكرو باش يكون مثلا لاصق هكا تجي فكره باهيه ما يقعدش هكاك يدور وحده سينو عندنا هنا نطلعوه كيما هكايا ويقعد متكونسي بكله في الوضعيه هذيك ونشوفوا هوني اللي عندنا روتسكور خامسه عجله خامسه كامله دونك في نفس المواصفات نتاع الاخرى معناها هنا اوني سيغ دو ريجيستون معناها نفس العجله اللي البرة هي بيدها روتسكور دونك هنا حاجه باهيه تبع عندنا لوتياج كامل ونشوفوا زاده او نيفو باش ما تحسش الكربيع وكل عملوا هالموس هذايا هوني باش تبدا هكاك وضعيتها كلها كما تراو فيها هكاك شوف ساعات يعطيو قيمه للحاجات ومن بعد ينساو حاجات اخرين بون بعد ايكونومي دي شيل اوبليجا ما نشوفوا هنا الحاجه الباهيه زاده للعجله لداخل برشا حاجات باهيين معناها ثم ايجابيات وسلبيات في كل حاجه مش لازم من كل شيء بالطبيعه هنا الفوق عندنا انكليغاج هنايا فوالا باهي نمشيو تو نشوفوا كهرباء من الداخل دونك نمشيو تويكا لل شوفوا التالي دونك هنا عندنا الكونتر بورت بلاستيك لافابل وهذا هو الهدف من انه يكون بلاستيك دور كيما كايا دونك يخمو في الحكايه هذه دونك لي زونتري دو جام جينيرالمون خاطر عندك حلين هما لي زونتري دو جام هذوما اما كيما احنا في تونس نستعملوها سياره شعبيه ولا زاد يجوا كراب تاع شركات دونك بالنسبه لي للعمليه هنا نقاو اللي فيها جوست تك 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 يدويا وهكاك تكون الامور خير هنا ماهوش كرومي دونك اكحل بورسو اما كوميم قعد كيما حكينا عليه هذا في ليسين تاع الاوبيل لاسترا جديده تنجمو تشوفوه حكينا كيفاش ديما لي سوليسيون كي بداو باهيين يخليوهم ويعتمدوهم حتى الالمان قالوا في العمليه هذيا بيجو كانت في الموعد انه هنا حاجه اللي هي سوليد افيكاس وتنجم من دارها يتبدل وقت يتبدل الماتريو في حد ذاته وتنجم تكون ميتاليك ولا بيفي ميتاليك ولا اللي هو دونك هنا الافيكاسيتي هي في الاصل هنا ثم الفيتر الكتريك باه هنا بالطبيعه دخل يدك باش تبد هنا عندي دابوزه ماي صغيره هنا بلاصه اوبارلور اما ما ثماش اوبارلور في الفيرسيون الشعبيه هنا ليزغي هذا يتبدل وقت تبدل لا فينيسيون جوست تبدل هذا وهذا زاد يعملوا له ان غوفيتمون كي يحبوا يعملوا له غوفيتمون هنا نشوفوا زاد لي فيروي جون فون بالمفتاح نشوفوا هنا كيفاش عاملين او نيفو نتاع ليتانشيتي يكون هنا الكل لا غوم وعلى ليتانشيتي نتاع الماء وكل وهنا يتبدل يولي فتخي على كل ما هو هواء خاطر انت هنا وقت تبدا في لوتوروت وكل لي بغوي ايروديناميك باش نسكروا عليهم نستعملوا حاجه ميكست من نوع هذايا نراوها زاد تكمل حتى نشي لهنا ثم لا غارنيتور هذايا بعد نشوفوا او نيفو نتاع السوي دو بورت اللي هو زاد مغلف بالبلاستيك الكل باش يكون لافابل ساهل هنا نشوفوا كيفاش القاع نتاع الكهرباء كيفاش معمول هكا الواش اون فيت خاطر كيما قلت في البارتي اكستيريور تنجموا تشوفوها حكيت عليها كيفاش تنجم تولي اسمها او 208 معناها تولي فيها فيرسيون 100% الكتريك تحت الكراسي ثم باتريات دونك هنا نلقاو اكل العمليه هكا عاليه خاطر هنا اصل بلاصه الباتريات ينجموا يكونوا عمدا هنا حطينا في بقعتهم ريزرفوار تاع ايسونس هنا باش نطلع باش نشوفوا كيفاش الشكل نتاع العمليه دونك نطلع انا الكهرباء شوف كيفاش طلعت هوب هكا دونك نطلع شويه العمليه هذه ونشوفوا كيفاش انا قاعد مش خايبه صحيح هذا واطي هكا بالنسبه للعباد الكبار باش يلقاو رويحهم اللي هما ابار مش حكيت انه يتضرب هنا خاطر سي بيان غوفيتي وكل ما نحكي انك تحس اللي البارتي هذيا تنقص لك في لومينوزيتي نتاع الكهرباء دونك هنا تحس ثم
شوية وكأني انت صغار ماهيش انت كبار. مزيد ذاك عندك حاجة أخرى اللي هنا معناها شتر سقية ما همش لسيز قصيرة، دونك زمين نعمل زمين كان باش نوقف ظهري دونك باش نتكى شوية مثلا في ثنية طويلة نعمل هكايا اللوطاني بتاع ظهري بتتر بيان يوجعني. هذاك علاش كان جاي كروزي لوطا كنا نجم نربحوا حاجة اللي هي كي نقعدوا نقعدوا خير في العملية هكايا. ما عندناش بلافوني هنا كوميم سافا الاسباس كيما قلت تاع صغار معناها ماهيش تاع كبار. بعد بالنسبه للبارتي الوسطانيه باش نوري لهنا عندي فيت بوش صغير خاطر مش لا يو اس بي لا حتى شيء. بار كونتر كان نغزل في قدام شويه غاديك ثم بريز 12 فولت اللي هي تنجم الخيط تحط غاديك معناها حاجة اللي هي نتاع غشارج وتخرج منها زوز ينجموا شارجيو للتالي كي انها تكون موجودة في البلاصة غادي. سينو الفيت بوش عاملينو انكليني باش تحط فيه تليفون ولا حاجة. هنا لي غاي ظاهرين شوفوهم هنايا شوفو هنا كل نعرفش اسكو لومبيونس كتبدا كحلة معناها تعجب ولا لا. بون توانس ما يحبوش خاطر يقول لك وساخة وكل شيء. Voilà, هنا الكهرباء خاطر فيها كسوة وكل. أما هنا عندي 3 سنتور 3 بوان شوفوا هنا هيا التالتة هوني هيا شوفوا هنا كيفاش بلايسهم هوني في ليزوفيكس بطبيعة الأمر الكراسي فيهم ليزوفيكس وكل. ونشوفوا كيفاش عاملين الاسباس هنا باش يكون عندك ان اسباس تحس اللي هو دون لو سونس معناها وكانك توسع الدخلاني نتاع نتاع الكهرباء. شوفوا هنا الامبيونس جلوبال نتاعها. فوالا دونك توا نمشي ونشوفوا القدام شنو عندنا. هاي سيدي دونك هنا تشوفوا لي مازال ثم لا سيغيو هنا كومام. هاي نوريكم باب كوندكتور. دونك هنا عندنا ما تبدل حتى شيء بارابور للتيلاني ديما مازلنا في نفسك الاطار هذاك هو بيدو. دونك نشوفوا لي البلاستيك كيما هو جوست هنا يولي عندي ريفيتمون وكانه فاسون كربون لما يقعد يا بلاستيك جوست باش يبدل لنا لومبيونس او نيفو نتاع الكوندكتور. خاطر كل يوم انت الكهرباء تستعملها ماذا بيك تحل الباب تبدا كريب هكا خير شويه. هوني كنا نخيروا انه يكون هذايا ببلاستيك موسي على خاطر ساعات كي تتوالى ثنيه ماذا بيك تتكى. وهنا سورتو احنا في الصيف الصيف في سافيسا يجينا احنا دونك سخانه عندنا برشا دونك اوتوماتيكمون يلزم تحط ديما مرفقك هنا. واحنا تبارك الله مناش سمان في تونس دونك ديريكت على العظم هنا يقعد هنا عندي لي دو فيتخ الكتريك اللي هما ماهمش امبولسيون جوست هنا زوز ماهمش امبولسيون زاد حاجه اخرى. هنا يكبر هنا لي سباس دو رونجمون دابوزه تولي اكبر خاطر التالي كنا نحكيو على دابوزه تاع نص ايترا هنا ايترا ونص تنجم تحط. من بعد الديسان ذاته نشوفو كي نسكرو باش نفهمو جلوبالمون علاش الديسان نتاع البارتي هذيا هكايا. نطلع الفوق شويتونا نلقى اللي لي غيترو الريكلاج نتاعهم مانيوال نقطه فيرغول. هاي جديا هنا شو عندنا؟ عندنا هنا باش نحلو الكابو تاع الكهرباء هنا اوكون ايد على كوندويت كلهم فارغين. هوني جوست عندنا ريغلاج تاع سيت ديفار وهنا هكا في البوزيسيون صحيحه. نمشي هنا للكرسي. الكرسي كيما عودتنا بيجو دونك نراو هنا اللي هو ريغلابل اون اوتور الحاجه الباهيه فيه. فوالا جلوبالمون هنا خاطر الكهرباء ما فيها كسوه وكل. اما سينو جلوبالمون باهي ماهوش معناها ريغلاج يتعمل بالكدا. شوفوا هنا اون بلوس بيان في. فوالا هنا عندنا حاجه اللي هو فيها لو ريغولاتور دو فيتيس. اها هذه فازا باهيه انو عندنا ريغولاتور دو فيتيس وعندنا هنا لاليماج اوتوماتيك نتاع لي فاخ. هي حاجه باهيه زاده والله فيها زوز حاجات باهيين الكهرباء الشعبيه هذه باهي. خليني انا جو برون بلاس وباش نشوفوا بقيه الديتاي خاطر نحكيو على الفولون وعلى البوزيسيون هذيك والدنيا هذيك الكل. هنا دونك هنا باش نقول جوست حاجه انه باش نحكيكم من هنا على لو كوتي باساجي. الكرسي ما فيهش ريغلاج اون اوتور دونك هنا جوست عندي
للقدم والوخر، هنيا بطبيعة الأمر نشوفوا الاسباس نتاعنا ونشوفوا هوني الشكل العام نتاعها كيفاش ليجيرمون اورينتي للكوندكتور، مع العلم انه هنا عندنا بواتا كون شوفوها كيفاش عجبتني كيفاش انكليني بي. والحقيقة لي بروفوند مشكلتها اللي هي ماهيش مضوية، دونك ساعات في الليل تستحق الحاجة باش تلقاها اللي هي ما ثماش. حاجة أخرى هنا نشوفوا الديسان، برشا عباد يظهر لهم سواء أنا مش أقعد ولا فازة، ثم عباد يعجبهم اللي هو ديناميك وثم فازات هكا وكل، دونك كل واحد كيفاش يراه، راهو معناها الديسان نتاعو ثم عباد يعجبهم يراهو كيفاش كاينو، مثلا نقولوا احنا في الاسبري نتاع سسبوندو بين هواء وفضاء، معناها ثم حاجات معناها نجمو نحكيو عليهم في في ديزاين انتيريور، خاطر سيد ديزيكول معناها نتاع بيرسيبسيون كيفاش انت تعجبك ولا ما تعجبكش الفازه، انه يكون بتاجات مختلفين، وساعات زاد عندك لا فينيسيون بيدها قداش الكربالي كيبي باش تفهم معناها الموضوع في الجلوبال معناها. دونك هنا باش نمشيو، دونك انا باش نسكر الباب من هنا باش نشوفوا الامبيونس نتاع كلها، باش نوريكم او نيفو نتاع الوسط هوني اللي حكيت عليه قبيليك. دونك شنرا نرى هنا عندي بورت غوبلي دو ديمونسيون مختلفين، عندي البريز 12 فولت اللي حكيت عليها قبيله واللي قلت راهو الاحسن انو نستعملوها للغوشارج نتاع التليفونات سواء القدام ولا التالي، دونك هنا نجم اللي قدام والتالي يتشاركوا في العمليه هذيا. نشوفوا الفرامان كيفاش الوضعيه نتاعو في الجلوبال، هنا نشوفوا هنايا اللي كله بلاستيك 100% بلاستيك، هوني جوست هنا عندي شويه بيانو بلاك موجود في النيفو هذايا، مع العلم انه يظهر لي معناها هذا اللوفي الفوقاني نتاعو راني نحرك فيه اون فيت ينجم يتبدل، دونك تنجم تاخذو في كانك فيرسيون خاصة الاكسسوار اللي تنجم تشريهم وتبدلهم اذا كنت تحب هكا تبدل انت الجو، مثلا انت يظهر لك اللي هونيا باغ اكزومبل عندي شويه الكروم، دونك اش تقول؟ تقول انا مثلا خلي نعمل الكروم هذاك، نجي اش نعمل؟ نولي نزيد هنا او نيفو نتاع اللوفي نحطو هذا زاد كرومي وكل، فهمت؟ هنا حاجه الباهيه فيها اللي فيها بوكو دونجمون، شوفوا هنايا بروميير رونجمون اللي هو اللوطه، شوفوا هنا وكيفاش معمول غومي، دونك ينضاف بسهوله كبيره وكبير بالحق. هنا عندي ايتاج ثاني اللي هو نجم زاد نحط فيه حاجات اخرين، دونك تليفون سواء الفوق سواء اللوطه انا والجو شنو نحب نعمل. من بعد عندي حاجه اخرى اللي هي او نيفو نتاع لي كوموند هنا بيانو، هنا لا فنتيلاسيون تتحكم فيها هوني، هاكا عندك الكليم ديريكتومون هنايا، هنا الوارنينغ، هنا الفيروياج نتاع الكهرباء، مع العلم انك كان تقعد برشا نازل عليه 15 سكوند ينجم يتبدل يولي ما عادش تتسكر والكهرباء تمشي، تعاود فوالا هاي بعد تعاود تنزل مرة أخرى تو أكتيف، أنو كي أول ما تفوت ال 20 كيلومتر في الساعة الكهرباء باش تولي تتسكر وحدها أوتوماتيكمون، فيروياج أوتوماتيك. هنا نعاون او نيفو دو لا فونتيلاسيون في البار بريز اذا كان نحب نحي نعمل دي زومبواج، رغم اللي هنا لا كليمازاسيون تنشوفوها كيفاش بعد شويه. بعد هنا عندي لونيت اغيير اللي هي باش تكون فيها دي زومبواج تاع لونيت اغيير مع ضريبه صغيره كروم هنا اللي نلقاوها هي بيدها او نيفو نتاع لي زايغاتور اللي هنايا، نشوفوا الريكلاج نتاعهم يمين ويسار وفيهم كذريبة كروم اللي هي، ونشوفوا الديسان جلوبال معناها نتاعها هوني تاع الداخلين فوالا. باهي تو باش نحكي على الفولون، الفولون إلي ريغلابل، باش نوريكم أنا تو كيفاش نغزر معناها، نشعلو شوية تونا الضو. باهي فوالا عندنا ريغلاج اللي هو هكا، أنا تو نغزر كيما تراو توما في الكاميرا فوالا، وعندك اون بروفوندور اي اون هوتور. باه هذه حاجه، باه نزيدو معاها حاجه اخرى تو باش نخدمو باش نحطو كونتاكت، دونك نحط كونتاكت ونشوف شنو ورا، شفتو قبيله كنت نغزر كيما انا تو راسات لي باش نطل من الفوق هاكا نعاود نحط باش نراو شنو هو
بوتون هلا هذاك شنو طرا هذاك الكومبيني نتاعك باش نذكر حاجه تو اللي هي قلقتني شويه ما عجبتنيش او نيفو ايرباك شاكا سيكوريتي دونك هنا ثم ايرباك كوندكتور والباساجي ان فيت مكتوبه كلمه ايرباك اما فهمنا اترافير لافيش تكنيك انه ما ثماش ايرباك ماني عندنا ايرباك برك في الكهرباء دي اوكي ب بار نمشي هنا للخونه ليكرون الصغرون هذا ترى نشوفوه شي يعطي هاي سجا ب انا جو بروفيتي باش نخدم الكهرباء فوالا راكم تسمعوا صوتها فوالا هاي سجا ونشوفوا هنا قلت لكم على السلامه راني بيجو هنا نشوفوا شنو هو الاكران هذا 5 بوص اش فيه فيه الراديو فيه الميديا وفيه لا كليماتيزاسيون دونك ان فيت كي نوخر شويه ونوري هنا هذيك الكوموند تاع الريسيكلاج اكستيريور ولا انتيريور ونشوف هنا كيفاش نخدم شوف هي هنا اوف اون اوف وهنا كيفاش ماكس راكم تسمعوا في الفنتيلاسيون فوالا هاي خدمت على روحها ولا نحي من بعد سينو باش ننجم نقوي دونك نجي لهنا ومن بعد نستعمل الفلسه هذيا باش نقوي في الفلو نتاع الاجواء اهو نقوي الفنتيلاسيون من هنا بهذايا باه وكي ننزل انا هنا نطلع للإتاج اللي فوقه باش نبدل التمبيراتور هاك هنا عندك فنتيلاسيون و تمبيراتور دونك انت عندك إتاج الفوقاني تمبيراتور اللي هذيك والفنتيلاسيون اللي هي تحتها هي هذي شفتوها ولا باه هنا باش نخدم كليماتيزور ولا ما غير كليماتيزور كومبريسور ولا لا هاك هنا باش نخدم لو كومبريسور هاك كي كخدم هاك ما عادش يخدم دونك هنا فنتيلاسيون برك هنا التوجه نتاعي وين الفنتيلاسيون موجه اسكو وجه فوق في البار بريز ولا هاك الفوق قدام في السقايه هاجو هذوك الكل ونجم زاد نجي لهنا ريغلاج مولات تمبيراتور تا 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 دوك بي بي نرجع بعديك للهوم هوني نشوفوا هنا التليفون دونك عندك بلوتوث والدنيا هذيك الكل ريغلاج تليفون كلافي كل هنا واضحه هنا من بعد نمشي كوندويت كوندويت عندي ليكليراج عندي باركينغ سا اسوياج او مارش اريير هذايا فونكسيون انه كي نحط مارش اريير والدنيا تبدا والكابتور نتاع ليسوي غلاس يبدا يخدم نعاود وقت اللي حاط انا لا كوموند نتاع السيد هذايا حاطتها على الاوتوماتيك وهي شتي تصب اوتوماتيك مول قدام يمشي يخدموا وحدهم التيلاني زادة تنجم كي تحط مارش اريير يخدم وحده اسوياج اون مارش اريير كان كي تبدا الكابتور دو بلوي يخدم باه نمشيو لكليغاج اش عندنا لكليغاج اللي حكينا عليه لكليغاج داكوي وكل الاجواء هذوك من الكل بعد عندنا هنا كونفور دي فيغوياج اللي كنا نحكيو عليه قبيله يحل الكوندكتور برك ولا تحل الاربعه بعد عندنا هنا في سيكوريتي لانتي باتيناج دونك في الاس بي دونك في الاي بي اس ولو اس بي وعندي زاد ديتكسيون دو سو غونفلاج دونك هنا كي تمشي تعمل لابريسيون تاع لي بنو وكل شيء اوتوماتيكمون باش تعمل الريغلاج نتاعهم على لابريسيون اللي انت حطيتها نرجعو تويكا نمشيو للتشيك ماهيش تبعتنا وهنا عندي دياك ليست فيد دونك هنا تنجم ترجع انت بالنظر تشوف شنو صار مع الوحدة هذه طول كله اش فيها بتبيع هنا عنده ليكتور يو اس بي وهون تنجم تخدمه وتسكته دونك هذاك هو بالنسبة سينو عندي لي ريغلاج هنا تبدل لافيشاج نتاعك لومينوزيتي نتاعو ديفيلمون تكس يبدا يمشي ويجي ويتاندر ليكخون تنجم تطفيه وكل باهي من بعد عندي دات اور دونك باش تبدل الوقت وتريق الامور بعد عندي سيستيم باش يقول لك هنا تبدل لي زونيتي مثلا تاع التمبيراتور بالسيلسيوس ولا بالفارنهايت هنا كونسوماسيون ديستانس بالليتر في انت والبلاد خاطر هنا ساعات تما كراب يجونا مثلا من الهند نلقاو اللي فيهم هذيا تبدا مكتوبه كيلومتر بالليتر وكل الاجواء هذوك من كلهم من بعد نرجعوا هنا
نلقاو روايا هنا بارامتر دوزين انفو سيستيم وك الجو هذاك الكل. باهي بعديك نمشيو عندنا لونغ تختار هنا محطوطه فرونسي بالطبيعه هوني كانت هاب فوالا تنجم تبدل هنا وكان عندك شنو هما اللغات اللي موجودين او كثم عربيه كانت هاب عربيه تحط عربيه روا معناها هما هنا ماخذين او كان عندك الدنيا الكل. باهي بعد عندي البلوتوث فوالا en fait tu connectes téléphone bluetooth باه نزيدو نمشيو هنا الاوديو الاوديو هنا فوليوم مع الفيتيس معناها انت تقوي حس الموتور يطلع والراديو قوي كي تقف الفو مثلا ولو وقفت الصوت الكهرباء موتورها صوته باش يهبط اوتوماتيكمون الصوت نتاع الراديو يزمو ينقص ولا نتاع الموسيقى ينقص الصوت تاكتيل غاديك الكل الريبارتيسيون هذا باش نحكي لكم على على البافلوات en fait هنا البافلوات عندي جوج دروات زوزة كهو وهوني ديجا كان جاي ثم اكثر راك عندك واحده فلاش الفوق واللوطه باش تقول لك راه ثم بافلوات التالي والقدام فرونت ورير قدام والتالي باش تفهم انت الريبارتيسيون نتاعها تلقى فلاش اخرى عموديه وتمشي يمين ويسار والفوق واللوطه باش تعرف انت انا هو الريبارتيسيون دونك هنا فكان دو او بارلور اكاهو فوالا دونك هذايا بالنسبه للسيستم انفوتينمنت نتاعنا وبالطبيعه هنا هكا مكتوبه موزيكا دونك هنا باش تقوي الصوت وترى هنا الصوت نتاعك اوكي هاو دونك فيها كما قلت لو كابتور هنا قلت عندي لوماج اوتوماتيك نتاع لي فار عندي ريغولاتور دو فيتيس اللي حاجه باهيه في سياره شعبيه حاجه الاخرى هنا عندي الاوتو هنا بالنسبه لهذا وعندي حاجه اخرى اللي هي ديما نلقاها في بيجو دوبوي لا نوي دي طون منذ قديم الزمن دونك عندي لهنا لورديناتور دو بور التحكم نتاعو راهو هنا اوكي دونك هنا نبدا نبدل شفتوني رصات لي هزيت الواحده الفوق باش نجم نرى هاك باش تفهموا الحكايه ها هاك الاوتونومي والمويان هاك تاكل 6.5 فوالا 1550 كيلومتر لا مويان 6.5 فوالا باش تفهموا لا كونسوماسيون في العمليه نتاعنا دونك هذه هي الامبيونس جلوبال نتاعنا باش نطلع جوست الفوق شويه باش نوريكم هنا انه عندنا جوست ان اكليراج يمين يسار ما فيهاش سي با دي لامب دو ليكتور هنا باش نوري زاد حاجه اخرى اللي عندي ميغوار دو كورتوازي او نيفو نتاع اختنا مدام هذوما كالعاده عند بيجو اصلا هنا ثم بلاصه نتاع الاكليراج غادي نحطوا ورقات لهنا وكل بالنسبه للبارتي اللي من ناحية هذية نقاو اللي حتى اللي سوق عنده الحق في الميغوار دو كورتوازي خاطر كربتنا تكون تاع امراه ولا راجل فوالا هذا هو جلوبالمون هنا خاطر البلوتوث باش تسمع الصوت باش كابتر دو صوت هنا وكله هنا قعدنا في السيستيم اللي هو بيدو هاوكا سهلة ومحدة وسامبل على الاخر دونك هذه هي كانت لي سي نتاع الانتيريور تاع كرهبتنا البيجو 208 الشعبية تو باش نمشيو نعملو لي سي سور روت طقس سخون في تونس اليوم وعلى خاطركم نعملو برشا حاجات باي باي